كاتب الأستاذ محمد الشمراني قائد فريق المجرة للحديث عن الانطلاقة. حياك الله أبو عبد المحسن. شلونك ولا؟ مساء الخير يا حبيبي. يا أخي مشتاق لك عبد الله، وينك يا أخي معدل؟ الله يسعدك، أنت اشتاق لي عن بعد، لكن أنت عن قرب في مشكلة في الموضوع يعني. فلا تشتاق وأنت قريب مني. لكن بدينا في الغلط أنا، أجل ما أقطع المكالمة وأوريك أنا. طيب نعيد المكالمة مرة ثانية، السلام عليكم مساء الخير. هلا عبد الوهاب يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك. حياك الله قائد فريق المجره في برنامج السيطره، حدثنا عن الاسبوع الاول كذا وتفاصيله وحركاته، واللي المشاهدين كانوا يعني متخوفين لانه الموضوع فيه انت المشكله قاعدين تجيبون اسماء كبيره في المجره وهم الثون والساريه وتخلطون الخليط هذا كذا تطلعون برنامج اسمه السيطره، فكان في تخوف من الموضوع هذا. حدثنا عن انطلاقه البرنامج اول شيء. امسي عليك وعلى من ترى ما ادري والله من معك في الاستديو. افا هاني مقبل ما تشوفه هاني مو نعم هلا ابو عبد المحسن يلا حيهم الله يحييك ان شاء الله سلمك الله. في البدايه يعني امسي عليك بالخير وعلى ما اخفيك صراحه كونك تطلع برنامج واقعي يعكس ثلاثه برامج ضخمه قدمت في الشبكه، وهذا شيء يعني صعب وسهل. صعب على الشخص اللي يعني ما راح يعني يجهز المحتوى، يعني الشباب فريق الاعداد برنامج جزاهم الله خير، يعني قوالب المحتوى اللي قدموها يعني مليانه، لكن كيف انك انت كونك تمثل برنامج واقع مثل المجره انك تعكس برنامج المجره من خلال ساعات البث المقدمه لهذا الفريق، وهذا يعني الشيء يحتاج له يعني اعداد مبكر. ما فيك ايضا احنا والشباب اللي كانوا موجودين يعني والمختارين حرصنا ان نختار اعضاء الفريق يعني برضو الشباب اللي قايمين على البرنامج من فريق اعداد او انه اداره القناه يكون في تنوع في الاعضاء الموجودين في كل فريق حتى يكون في تنوع في الطرح. اضافه لذلك ايضا حرصنا ان نشارك الجمهور في مساعدتنا في كتابه الافكار واستذكار بعض يعني الفقرات اللي كانت تقدم في المجره، اضافه لذلك نطمح ان ندمج بعض الافكار وتطوير بعض الافكار حتى في الاول والاخير ما اخفيك سرا صراحه الموضوع مو موضوع مجره كثر ما هو موضوع انه احنا كل يوم راح نشارك باسم همثون ونشارك باسم الساريه ونشارك باسم المجره، فالبرنامج ما السيطره وكون يعني انا ما اخفيك صراحه قوه البرنامج بشكل كبير التنافس فيه نعم مطلب وكونك تمثل فريق المجره والى اخره على عيني وراسي، لكن في نهايه الامر صراحه الصوره الذهنيه والواقعيه عند كل مشارك في هذا البرنامج سواء قاده او مشاركين من لكل فريق انه برنامج السيطره، كيف نحن نخدم بعض، كيف قلوبنا على بعض، كيف نقدم صوره جميله على الشاشه تنعكس على الجمهور والمتابعين ويفرحون بالماده اللي تقدم. ممتاز في هذا البرنامج. جميل. ممتاز ابو عبد المحسن. الأسبوع اللي راح يبدو أنه كان أسبوع إعدادي لما سيأتي، إيش الجمهور موعود بماذا من الأسبوع هذا إن شاء الله تعالى إلى نهاية البرنامج بين الفرق الثلاث؟ أنا ما أخفيك سر، أنا على حد علمي وتواصلي مع القادة من جهات الرياض الشباب في مرحلة إعداد للأسبوع هذا القادم من تقريبا من يوم بدأ البرنامج، يعني تتكلم عن أربعة أو خمسة أيام مضت، إضافة إلى ممكن اليوم نحن عندنا اجتماع مع طلبة العصر وفريق المجرة لإقصال يعني تقريبا يمكن ثلاثة أربعة أسابيع قدام، أتكلم إعداد محتوى قوي خلال نصف الساعة هذه، وإضافة للأمور الإضافية اللي بنضيفها كذلك في الرياليتي في الواقع والفقرات اللي الشباب مجهزينها لنا، ترتيب الأمور مبكرا يعني يخليك ترتاح صراحة صدق انك تظهر امام الشاشه بشكل مرتب يعني يليق بحجم الشبكه العظيمه هذه وينعكس على اختيار الشباب والاعضاء المشاركين ونحن كذلك باذن الله محمد مغلوطه علينا اتجاه هذا البرنامج. فالكم التوفيق ومتحمسين ان شاء الله نشوف ابداعاتكم على قناه ماسا. يا رب نسال الله التوفيق قولا اخرا. يعطيك العافيه. شكرا لكم ويا رب نحتاج دعواتكم الصادقه انتم ونشاهدنا خلف الشاشه. الله يحفظكم الله يحفظكم بارك الله فيك. في أمان الله. كان معنا محمد الشمراني هو قائد فريق المجرة في برنامج السيطرة.